السلام عليكم طلاب، محاضرتنا لهذا اليوم رح نبديها مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة. اكو شي درسناه اسمه تو ستيتس. هاي التو ستيتس انه عندنا حالتين للكود من نريد ننفذه داخل البروسيسر، انه يا اما يكون حالة النوت رانينج او الرانينج. بعدين توسعنا بالنوت رانينج، انه قلنا ممكن ان نطورها ونضيف لها اكثر من ستيت مثل ما نشوف بالفيجر اللي قدامنا، انه نضيف لها تو ستيتس اضافيه بحيث يصير عندنا موديل ثاني جديد اسمه فايف ستيتس. الفايف ستيتس ضفنا النوت رانينج قسمناها الى تو ستيتس جديده اللي هي الردي والبلوك. ايش نقصد بالردي؟ الردي اللي هي البروسيس الجاهز للتنفيذ اللي كامل اللي يروح مباشره للران. الران هو اللي حيحدث داخل السي بي يو. بنفس الوقت انه ننتبه انه اشياء مثل بثالث اللي ذكرناه سابقا، لما عندنا ثلاثه بروسيسز اللي هي الاي والبي والسي، لما واحد من عندهم طلب انبوت اثناء عمليه التنفيذ طلع من الرننج، طلع من السي بي يو وانحط بالويتنج ليست. الويتنج ليست هنا يتخلف في مكان الستيت الجديده اللي خلقناها اسمها البلوك. هذه الايفنت ويت، بعدين من تتحقق المطالب مالته فتصير الايفنت اوكر، فتروح للردي وتتنفذ وتخلص العمليه. هذا المخطط اللي وضحناه سابقا، انه يكون عندنا كيو. هاي الكيو اللي هي تكون ردي، اللي هي بحالتنا هنا الردي اثناء التنفيذ، وتروح للبروسيسور اللي هو بحاله الرننج. وبس لما قسم من عدد تكون ناقصه حتكون ايفنت تكون ضمن حاله البلوك، وهاي البلوك اللي هي راح تتقسم الى العديد من البلوكس داخله الى العديد من الايفنتس ممكن نسميها. لكن النقطة اللي لازم نركز عليها هنا، انه هذه العملية الردي والبلوك وين تحدث؟ تحدث داخل الرام. زين، لما تحدث داخل الرام بهيجي حالة احنا دا نستهلك مساحة من الرام، ما نريد احنا نستهلكها. الرام اللي هي اللي سميناها المين ميموري. طيب شنو الحل اللي نفكر به المفروض على مود نزيد مساحة الرام؟ واحدة من الأدوات انه نزيد المساحة مالت الرام نفسها، لكن هذه الحلول غير مجدية، لأنه إحنا من زيدنا مساحة الرام ازدادت وياها الكوست، وهذا الشيء اللي إحنا ما نريده ولا يخدم مصلحتنا، لأنه إحنا نريد ننفذ العديد من العمليات أو نفس العمليات أو نزيد العمليات ضمن كوست محدد، أو نبقي على الأقل ضمن الكوست اللي إحنا ده نشتغل به. فوظيفة الأوبريتنج سيستم إنه يزيد كفاءة الهاردوير، بنفس الوقت يقلل الكوست أو يحافظ عليه على أسوأ الاحتمالات. النقطة الثانية اللي احنا لازم ننتبه لها، انه احنا صحيح خلينا الرام بمساحة اكبر او الميموري بمساحة اكبر، لكن هي انتهت بالنهاية انه تخدم larger processes مو more processes. شنو الفرق بيناتها؟ انه مثلا انه ما زيدنا عدد البروسيس اللي احنا نريد ننفذها او نخليها ضمن الريدي ستيت، لكن ممكن من زيدنا مساحة الرام ممكن زيدنا حجم البروسيس نفسه. مثلا لما كان عندي بروسيس 1 ميجا، قدرت بزيادة الرام انه اسوي بروسيس جديد الفتشي حجمه 4 ميجا مثلا، لانه مساحة الرام ازدادت. لكن مثلا انا ممكن اسوي بروسيس الاربع بروسيسز، زين مو ممكن انه انا من زيادة الرام اسوي بروسيس 16 بروسيس جديدة. زين، هذا بحالتنا اللي دا ندرسها حاليا. اكو حالات طبعا تستثنى من هذه القاعده، لكن بحالتنا انه دا ننفذ بروسيس واحده تلو الاخرى، لانه مثل ما تشوفوه احنا عندنا كيو، وهاي الكيو هي اللي تتحجز مواقع وتتنفذ. وكل كيو لما يكون جاهز من ناحيه البرايورتي، من ناحيه الانبوتس، من ناحيه الريكويرمنت، راح يدخل ضمن الريدي كيو وراح يتنفذ. واي شيء ما راح يكون جاهز راح يكون بينقص من حاله معينه، راح يدخل ضمن البلوك كيو وبلوك ستيت، وراح يبقى ينتظر لحد ما تخلص كل الريكويرمنت ويدخل على الكيو مره ثانيه. واحده من الحلول المقترحه انه ننقل جزء من البلوكس او كلها من المين ميموري الى الديسك، اي من المين ميموري الى السكندري ميموري. هاي العمليه نسميها سوابينج، اللي هي التبديل. شنو نقصد بهاي العمليه السوابينج؟ وشنو الفائدة من أداة؟ احنا ذكرنا سابقا انه الرام هي تكون سريعة. طيب لما هي تكون سريعة وتتصل بالبروسيس وتتنفذ العمليات مال البروسيس، بينما الهارد ديسك اللي هو السكندري ميموري يكون أبطأ، ما راح يقدر يتوافق ويا سرعة السي بي يو. طيب بهيجي حالة احنا شنو اللي راح نستفاد من عنده؟
شلون راح نقدر نوافق بين السرع الموجوده. لازم نركز على نقطه مهمه، انه احنا مدى نتصل اتصال مباشر بالسي بي يو، يعني التنفيذ مدى يصير مباشره من الهارد ديسك او من السكندري ميموري للسي بي يو، تبقى الرام هي وسيط، لكن بدل ما تكون المين ميموري مشغوله ده تنتظر مثل مثالنا الريكويرمنت تخلص مثلا بالبروسيس بي، لما كنا عندنا نقص بالانبوت بهيج حاله نقدر نخزنها بمكان ثاني، هذا المكان الثاني هو هم اكتف، وبنفس الوقت نحقق بيه الريكويرمنت اللي مطلوبه. وركزوا على نقطه مهمه، انه هي موفينج بارت اور اول اوف ا بروسيس فروم مين ميموري تو ديسك، يعني ممكن ننقل جزء مثل ما نشوفه بالفيجر مالتنا، لما عندنا ايفنت واحد لحد ايفنت ان ممكن ننقل جزء من هاي الايفنتس، مثلا ايفنت واحد ايفنت اثنين ايفنت ثلاثه ننقلها، بينما الايفنتس اللي اذا تحقق الريكويرمنت تدخل مره ثانيه ترجع على الريدي كيو وتدخل تاخذ السبيس اللي راح يتخصص لها وتدخل ضمن اللاين اللي راح يدخل للبروسيسر الغرض التنفيذ. طيب الفيجر اللي صار قدامنا انه احنا سوينا امبروف للستيتس اللي عندنا، سوينا فد شيء جديد سميناه سوابينج، اللي هو لسه نفسر بعد اكثر شو نقصد بالسوابينج، انه ضفنا ستيت جديده اسمها سسبند. زين هاي الستيت الجديده اللي اسمها سسبند شنو فائدتها تكون؟ لما قلنا انه نرجع على المثال مالتنا ويا بروسس بي، لما هي كانت بالردي وانتقلت للرننج، بالرننج اكتشف انه اكو مشكله، اكو نقص بالانبوت، فالايفنت صارت ويت، فتحولت ووجهها انه تتحول الى البلوك ليست. هاي البلوك ليست راح تنتظر لحد ما يصير لها ساتيسفاي او راح تحقق كل الريكويرمنت مالتها، كان يكون الانبوت يخلص، كان يكون اي شيء ثاني متعلق بعمليه التنفيذ يخلص، راح تطلع من البلوك ترجع للردي على مود ترجع تتنفذ. بينما بحاله الانتظار الطويل، مثلا انه اني صار عندي انتظار طويل وفق جدول زمني معين او تاخر السبب ثاني، نتيجه هاردوير، نتيجه كوميونيكيشن، نتيجه اي شيء ثاني تاخير، بدل ما تنتظر بالبلوك اللي هي دا تنتظر جزء من الرام وشاغلتها، راح تروح تنتقل من البلوك الى السسبند ستيت اللي هي تصير مؤجله. هاي وين راح تنخزن السسبند ستيت؟ راح تنخزن بالسكندري ميموري اللي هي بحالتنا هو الهارد ديسك. من تتنفذ زين وتخلص الريكويرمنت مالتها راح تصير اكتف، راح يصير لها اكتيفيتد زين، وتنتقل من السسبند ستيت الى الردي اللي هي ترجع للرام وترجع ضمن الكيو مالتنا، وهاي الكيو اللي راح يصير لها ديسباتش وتدخل ضمن الرننج، ويا اما ترجع يخلص الوقت مالتها وترجع ضمن الردي على ما تدخل ضمن الرننج، او تدخل باي لوب ثانيه، او تنتهي بالاكزيت اذا نفذت كل الريكويرمنت المطلوبه من عندها. زين السسبند ستيت زين ميك ذا بروبلم، مثل ما ذكرت انه الهارد ديسك هو ابطا زين، من لما ننظر احنا هاي النظره ممكن انه نفكر انه ابطا ما راح يوافق هاي العمليه، لكن نقطه جدا مهمه المفروض ننتبه لها، انه بيكوز الديسك الانبوت والاوتبوت مالته فاستر، فقدرنا نستغله هاي العمليه لعمليه تخزين مؤقته لا اكثر. زين النقطة اللي ايضا نلاحظها هنا انه الاوبريتنج سيستم سوى السوابنج، السوابنج اللي هو ده يصير يا اما ادميت نيو كريتد بروسيس او برينج ذا بريفيوس سسبندد بروسيس الغرض الرننج. مثال عليه هنا انه بحالة الستيت متصلة بحالة الردي عن طريق الادمت، والسسبند ايضا متصلة بالردي عن طريق الاكتيفيت. لهنا لما تكون عندنا بالنيو ستيت انه تكون كيس جديدة او بروسس جديدة تريد تدخل، ما نعرف شنو النواقص اللي بيها، ممكن تكون بيها نواقص، ممكن تكون كاملة، هذا اللي حنكتشفه لما تدخل بالردي ستيت ولما تروح حالة الرننج. ولما السسبند ستيت الاشياء واحدة من البروسس تخلص، ايش راح يصير؟ راح يصير عملية السواب، السواب اللي هي شنو؟ راح تطلع هي وتجي تاخذ مكانها بروسس ثانية بها مشكلة ثانية تختلف، تنتظر لحد ما تخلص هاي المشكلة أو الريكوايرمنت مالتها على ما تنتقل للاكتيفيت ستيت، الاكتيفيت ويصير لها اكتيفيت وتنتقل للريدي ستيت وتتنفذ عن طريق الرننج. هاي العملية احنا نسميها سوابينج.
هذا بما يخص محاضرتنا لهذا اليوم. المحاضرة قصيرة شوية مو طويلة، لأنه حسب الأشياء اللي صارت، وإن شاء الله المحاضرات الجاية تكون تغطي مادة أكثر، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا.